إلهي باكلي محضلة وحان ألقى كالسلام يا دمان كسوق يبقل أياش مناسبة دمبلانا نيبلان ويقول ريان قول أياش غرق قول تدي قولها وكيل لده ماذا حنا غميت كينا نبضى إيه السلح يوتاقن صحابة ماذا حبنان إهل بولها هو خفية الغول ماذا حدا روسيا صليت كا أو جامين أيو محمود الحاشم وهل محمود هو ما هذا غيا خد بدي قيمة بطنين أو ألقى كشيء دي أو تصيصة إنه هي استيس مان ماذا حدا حسب جو الضني يا دمان تاجر يا شايس بهايسيجا هل كان ماذا شتشوجا دل كدافيه سكنول شاشة هاي نقدا هون يا يدي بدبة ما أنت ما أنت هو مالي وين ما أنت هو مالي تاريخ السياسي دل كي نقلي دونتا ما أنت هو مالي إن بدن دلك لكي هو دك جو حيسي ما أنت هو مالي كسلطان متكرنمو لحجعلو يبصي السياسة دي. ما أنت ومالتي لسوقي ما أنت ومالنا حدا وأنا مالتي دويدة لتاقي إسكاشيك حزبك وطني يورو سياساتك في فرعونيكا وحي إليس يفتين ويه سومالي لان تغصب أي ندوري نوين دمانتين دبلي ومشرحة مدحويني يكو حقين كي يا دمان هوغانكا حزبنا وطني يا روسيا صديق كاكا وحنا قلنا او تيك كوبا دي اسكاشيغا لبدا دينا وها اما دو بحاد وها انا اينو اسوغن نماضو وها اينو امي دولو سيدا دالكي نشموري دا سوماري لان ليس مكيني لها ايهو ودشيرا اسامي سن وحوض له ونمي دوبا أيهودا هي مستقبل كود وحان هو إن هي سياسي نو هي نرورو هي مستقبل فيا او قبوچينا يقولون تدكينا يا مؤمن لا أنت مبنت لا أنت مستقبل كود وحيل دونينا سومالي لا تجرتا وحيل دونينا سومالي لا نسامي سن وحيل دونينا سومالي لا نسكر صوم وحيل دونينا سومالي لا نسكر طوبا سومالي لا نحوض له سومالي لا نعلو لك رشيقا سومالي لا نبضى بروا غوية برادا سو انت هشيس منهن سو انت هشيس منهن سو انت هشيس منهن انت صحيا اهل بيقا اسكاشي كم بركيسن ايش بدير دونكا سيدا درتي قفك سوري سو مالي لانا او انت اين لا اميسني سيتو صايوبا من دغورا يا مانتا اسبهايسي ايش بدير دونكا اي بركيسن ولا ليال هجامية رطاه وككرمية كصباحا بل ما هو قادو وحن هلك كعطينية عندما قد بضع نكوه شيني أولون سياسة ككا إلى الحق يجا كفول دونان إن شاء الله وحن كعود صنعية طاقير ياسا حسبك وطني تاغير ياش قرر ككا هي دمان شعبك السومالي لان ايس بدل دون كأهبا انا يوحد ايان اس بدل كا وهو انقاه قامين ايان حزبك وطني هي ورسي يا صديق ككا سيدة هشيس ككوعد مشرحة يكو حيينك حزبك وطني
وهانيك يا ولالكي محمد علي أبو عبدي سيدوك الله قبل أبو ما أنت مشرح مدحوينه يا مدحوينه كحيين إيرو ككا والله بضي يا ضوي وحاق وشوري هاي ويسبي هاي سني كتر جمعية إن أنا إنقا وقعم هاي سنة بدبال إنه وحي أين صدحية توكس صدحية صدك السنادور كسو طبعا أي إسلام مركان حقيش إنه هيكسية إيه ملوئي كأم الدين ددكينا إيه دلكينا عند الدولك إيه عوج كسياسة إيه أسلام تقوى قوة كدها يقوضونك دبده وحب الله لنه إن الدولة دمده كسارنه ورمك أي جليسي حكومة طلبة كوافطي إيه لده على نعيسة وهانو قحي ورميس نهي الشعب كثير سومالي لأنه هي الشعب قبقه أو حريرة ما يمضنين يقو سوقيا هميلوين هرمارينيد اندقوه ده مالي والبا مغلان هقان كي دمان سود بسوك كاها أو كلان غيبين ايا أو كلاب ترين ايا أو كل شيء مجاهدين يم مغربين أو كل صفين ايا عدو قدها يمنعك كسكاية تذكري وحي مديه سمعيو نروروين نرولين حسلوني سياسة دين نبط يمد نمو ولا نمو نحيو دطال نصيب درسين ما يدعين وهو قانكي اي دورتين وحاو غالي طريق الدن وكدو وانشتكي سحاها كاسوا سيد تاريخ دكو حردن إن اي قادين إن اي قادان هو قاميش يقول در رئيس ده ايو مدهو دهلاني ولا ليال شعب كسومالي الله وحي مديه إن ريدو ديه فشدو دالله قبله وحي مدنائه إن لورد السومالي الله قرح بدن قول ميل فقيك سنيسة داد كينو نحن قوسمانو ليه أدريد آساسي سيدة بيها عافماتك شغا أبورك يوح لمدا كواسوا باهيها الدولة دمد الله سميس حسبك كلمية اوضي كي هاي صاحب كي مدحوين مصبيه سيدا اوترد الضلك اغرفتي ايو غلوطة بالدمد امدنا اغرفت شعب كي سومالي لا وحان لا يهي ولا ليال امدها كالدوان ايدوك انه لنولي وحي سديريه هاد بسيطة نصيب كوكو بيغو وقان داعا واركتنا سلام مركانا قد الشد المسؤولية صارا يا مانا دعشنين ايو هيو تاريخ المدى كدورا سومان الله ودى الهضنة ودى الغنية بل سأوبا هان قشا سياسة دين يا نغالي ومي سامن سيبو الشديد نرشا ايو غلمان وقل نولادا وحقيقة سيدا أمضه أكله قاني إيه قامي ونأكسيه أي أكله هرمر ويه هرمر يدول الوناك وحي ليه نحنان إيه قامي اللومر لما فرتر قرين كرو ما لنبا تراب قول كفولة إيه سياسة سيدا قبل ضيها دان أجيدا أمضا لقومي هاكي كارو وحاد اكتهين ان وسارته يهايدي دلقل اي فردين تغدين سنده ودن بيهي شغاء باري يهيكسي لهنا آن اي كسوحر وعكسي دلان ان بريهان دمبلا بلاوي ان وسارته اللقو قبطو كل مدى حسكي قلبيه تاسو شرق دراء دل يبربر ركوا هنانك دولة نمدى ولا ليال هدي ايو ناي شعب كسومان الله وحاد اكتهين إن أي نمانتا هاي صنفو سدوه وين ورمارين كارو نغالها نغالها دالكين إيه دول لغفا إليسين أيو برعاد عالم كأون نمي مهيم كأوا
ee Allah inagu beeray walaalayaal anigu waa musharaxa madaxweyne ee isbitaal doonka waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin shaqeeyo oo aanan idin ka shaqeysan waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin dhageysto oo aanan iska kiin dhiga marin waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin mideeyo oo aanan idin kala irbayn haddii alle inagu guuleeyo insha allahu isbedelka aad maanta hormuudka iiga dhigteen calankiisana ii dhiibteen waxaan ugu bushaaraynayaa dhammaan soomaalilaada isbedel doonka ah inaanu soo bandhigi doono barnaamij siyaasadeed xambaarsan isbedel togan oo dalkan la rabo inaynu ku hagno barnaamijkaasoo si hufan loo qoray lana tifatiray dhowaanna la soo bandhigi doono barnaamijkaasi ma noqon doono ballanqaadyadii lagu hungoobay ee xukuumadda maanta joogtaa tidhi fartiinay dunyadii doontaa walaalayaal haddii aan tilmaan guud ka bixiyo siyaasadda iyo ujeedka ay ku salaysan yahay iskaashiga xisbiga wadaniga ah siyaasadeedka ka ah waxa weeye toosinta dhismaha dowladnimo ee marin habaabay iyo hirgelinta dowladnimo wanaagsan oo ku salaysan himilooyinka dalka iyo dadkiisa danoa xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa waxaa ka soo baxa marar badan isbedelka mucaaridku wadaa muxuu yahay taasi waxay tusaysaa iyagoo aad moodo inayna leeyihiin cidinaay nooma maqnaa ee aan isla degno innagoo wada ogin xukuumadda kulmiye ku fashilantay hogaaminta dalka walaalayaal isbedelka aynu shacbiga soomaaliland ugu bushaaraynayno waxaa ka mid ah dib u eegista dastuurka ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka si loo sugo sarraynta sharciga kala madax bannaanida waaxaha qaranka sida uu farayo dastuurku kobcinta wax soo saarka iyo nidaamka dhaqaale ee dalka oo noqda mid ku dhisan xorta ah la dagaalanka musuqmaasuqa si adeegyada dowladda u gaadhaan muwaadiniinta dib u dhiska dib u eegista iyo toosinta maamulka dowladda cadaaladda ciidan iyo amni ee qaranka dib u eegista siyaasadeenna arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah si looga mina dhaliyo in soomaalilan hesho aqoonsi caalami ah bishaarooyinka ugu dambeeya oo shacabku u sheegayna waxaa ka mid ah inaanay jiri doonin doorasho dambe oo hal maalin dib u dhacda marar badan marka laga hadlayo saamin qabsiga xukuumadii naga horreeyey waxay ballan qaadeen in dalka laga sameeyo tirakool ama census waxaanu ummadda ugu bishaaraynaynaa annagoo la kaashanayna beesha caalamka inaanu census ama tirakool dhaqsa ah uga qabanno dalka haddii aan la yidhaahdo isgaashiga labadan awoodood waxa uu bilow u noqonayaa isbahaysi ummadeed iyo awoodo kale oo siyaasadeed oo u midoobo danteenna oo inoo horseeda nabad horumar iyo barwaaqo isbahaysigani waxa uu sumad u yahay in kulmiye keligii iyo shacabi weynaha soomaalilaan maanta tartamaya waan kaga baxayaa duluudii allaha u naxariistay abwaanhaasna uu ku soo afjaray maansadii dabahuwa rabow daladuulka dhow shilloodihin maalintaas rabow naga sii dabool hortaadana noo dale deegaankana nooga yeel daryeelku halkuu run yahay badbaado qof doonayow ka saada dareen ku beer dareenka samaa ku beer ugu dambayn soomaalilaad ha noolaato soomaalilaad ha noolaato isbahaysigu ha guulaysto
قولي يقبل نبو سومالي لان هنولات.